سعيد جدا باستقبال عودي بالحاج، أحسن لاعب في كأس العالم، كنا أكيد مع منتخب الوطني لكرة القدم المصغرة في كأس العالم اللي أقيمت في نابل، ملاعبين بعض خذ تجربة احترافية في الولايات المتحدة الأمريكية، عودة من الميني فوت إلى كرة القدم فوتونز مع حمام لمف. مرحبا بك عودي. عسلامة أمير، عسلامة المستمعين الكل. وعبودة ليه مش عسلامة؟ عبودة متعركين متعركين تدبر فيها. مرحبا عبودة، نطلب منك السماح. مشكور على الاستضافة أمير. كما قلت، تجربة من ميني فوت واحد رجع لكرة القدم الحقيقية كما يقولوا. إن شاء الله واحد مزيل قدامه مستقبل، إن شاء الله جاي خير وكاو. عودي بالحاج 25 سنة، تجارب اللي خضها مهاجة شوية، الاكسبيريونس اللي عندك أكيد كل ملاعب تونسي يتمناها، سواء في الميني فوت ولا حتى في فوتونز. يقول لك نخذ تجربة احترافية 9 شهور في الولايات المتحدة الأمريكية، نرجع لتونس. وعليش رجعت لتونس عودي؟ والله علاش رجعت لتونس، برشا حاجات. بون، أنا نقرأ ساعة قبل الكورة قبل كل شيء. عندي القرايه لازمني نكملها. بون، في امريكا ميني فوت نجم نقول لك وصلت بلافون. انا ميني فوت لعبت في كيب، اختاروني بين لي ميور في السيزون. من بعد ما فهمش طموحات اكبر، فهمت واحد العمر مازال قدامه وعندي طموحات اخرى. كي رجعت لتونس الحمد لله جاي الاوفر نتاع حمام لنف، عملت الاختبارات كل واقنعت المدرب، اقنعت الهيئه، وقلت علاش ليه تجربة واحد يبدا من جديد في كرة القدم وتجربة اخرى معناها تفيد اكثر. نتصور الهمهمة مش هو الفريق الوحيد اللي حب يصحى مع عودي بالحاج. والله صحيح، كان عندي دي كونتاكت قبل ما نمشي التجربة اللي في امريكا مع نادي صفاقسي. بون، ما سهلش ربي فيها، من بعد الملعب التونسي، وبعد الحمد لله واحد صح في جمعية كبيرة كما نادي رياضي حمام لنف. مش شوية معناها فرحان برشا بالتجربة وبالإيكيب اللي أنا فيها. وضع عودي بداية ما كانتش سهلة، ولكن بداية الموسم الفارط كانت مقنعة للغاية، ومقابلة أولى عودي بالحاج يوري مخزون كروي كبير ياسر. السرعة تبارك الله، كيف ما كنا نعرفوك في الميني فوت، معناه يقول لك من جبتوا لهم اللاعب هذا، سرعة كبيرة ياسر، فنيات كبيرة ياسر، ولكن بعد قدر الله ما شاء فعل، إصابة تبعدك بريسك على مرحلة الذهاب كاملة. والله صحيح، هو كما قلت قدر الله ما شاء فعل. بديت السيزون الحمد لله بالقدية عمناول، بشات لعبت الكل، من بعد لغلب فراكتور في الشيفي، بعدتني ثلاثة شهور ونص. رجعت من بعد سيتواسيون نتاعنا ونتاع ليكيب ما كانتش باهية، اللي خلات معناها لازم الملاعب اللي حاضر أكثر هو اللي يدخل هو اللي يعطي البلوس. الحمد لله اللي لعبت أقنعت فيهم، بشات الناس كل معناها، وإن شاء الله سنين سيزون جديدة، تحدي جديد كما يقولوا فيها، وإن شاء الله واحد يقدم الإضافة لحمام لنف إن شاء الله. عودي، الانتقال من ملي فوت للفوتونز كانت صعبة سهلة؟ من الأول صعيبة خاطر فما دي بارامتر، سورتو كي تبعد برشا على الفوتونز معناها من الفستير وانت ماشي، فهمتني؟ تدخل في جروب جديدة، فما دي بارامتر أخرين متاع انترينمون متاع كوميونيكاسيون متاع كل شيء باش يتبدلوا. بون، الحمد لله لقيت برشا اصحاب باهيين في حمام لنف، في الهيئه، لونترونور، اصحابي سورتو دخلوني في الجو، بشويه بشويه تنجم تتاقلم معناها مع الجروب وتدخل في الفوتونز. هذا الشيء اللي صار معك انت، ولكن اصابه كيف ما قلنا بعدتك في اول موسم الفارط. الموسم هذا ترجع عودي بالحاج وحمام لنف، لقاء في الجوله السابقه ضد النادي الافريقي، خساره ضد النادي الافريقي، ولكن زاد وريت مخزون كره كبير ياسر، فنيات، مهارات فرديه. هل اليوم عودي بالحاج الطموح نتاعي ان يكون يلعب في الرابطه المحترفه الاولى ولا الاحتراف، ولا ما زلت تغزر لبعيد، وعلاش لا منتخب الوطني؟ ونذكر حتى الساده المستمعين الكل اللي قبل عامين في كاس العالم لكره القدم المصغره، الناخب الوطني وقت نبيل معلول جاء وتفرج المباريات، وسالته انا شخصيا نتفكر، قلت له هل اليوم جيل كره القدم المصغره تشوف علاش ليه ما تخوش ملاعبي؟ قدي والله صعيب اللي ملاعبي من الميني فوت ينجم يتاقلم مع الفوتونز. اليوم عودي بالحاج يخرج كلام اللي قال نبيل معلول غلط. ساعه طموحات اي واحد يطمح باش يلعب في الدوريات الاوروبيه، ما فماش حتى شك معناه. سينو توا التركيز على التجربة مع حمام لنف، معناها كيما قلت عملنا، ولا الضربة هي يمكن قلقتني شوية. سنة بدينا نخدمه مع ستاف تكنيك، مع أصحابي، مع لعبة الكل. إن شاء الله واحد اللي وراها في ماتش نادي الإفريقي يكمل يأكدوا في الماتشات الأخرين، وسيرتو الإضافة للجروب، معناها توظف الإمكانيات نتاعك الجروب، مش كان عندي بالحاجة على حمام لنف. شفنا عدينا مقابلة باهية على الآخر كونتر الكلوب، الله غالب خسارة،
بون نجم نقول لك فما دي جوير ماهوش كاليفيه كانوا ينجموا يعاونونا على الاخر. الله غالب توا ما علينا كان نركزوا في الجاي نكملوا نخدموا والجاي خير ان شاء الله. بالنسبه لحكايه الميني فوت والفوت 11 انا ما نتصورش اللي فما جوارات في الميني فوت لعبت ولعبت مع برشا معناها سواء في تجربه في امريكا ولا في تونس. لي باز نتاع الكوره موجودين وبالعكس في ميني فوت نجم تقول فيزيكمون لازمك حاضر اكثر رابيديتي خاطرك لازمك في كل شبر في التيران ولازمك سورتو مونتالمون تكون حاضر. بون ما ينجم يكون غلط كلام سي نبيل نحترمه ساعة اما كل واحد يحط في مخه ينجم يلعب في اي جمعيه في تونس معناها. واضح عودي باش نكملوا على الموضوع هذا باش نكملوا نتفاعلوا معك رواي من عبوده لكن قبل هذا خلينا نمشيوا الفاصل الاشهاري ولا نعود في ستاد ميد. رجعنا لكم مرة أخرى في استاد ميد دونك حاضر بحذانا عدي بالحاج لاعب نادي كرة القدم بحمام لنف. قبل ما نخرج للفاصل حكينا عن نبيل معلول وقت اللي قال اللي ما فماش ملاعب ما تصورش ملاعب في الميني فوت قادر أنه ينجح في فوت 11. اليوم عدي بالحاج أنت تخرج الكلام هذا على الأقل اللي هو مش صحيح النجم وعطيت الأسباب بإيجاز قلت راه الملاعبي في الميني فوت يكون عنده مساحة أقل فيزيكمون يزم يكون حاضر أكثر من فوتون. شنو الصعوبات تلقاها عدي بالحاج في كرة القدم خلينا نقول المكبر بما أنه الميني فوت هو المصغر؟ والله كما قلت لك صعوبات هي الأكثرية في الانتجراسيون معنا كيفاش تكون في جروب آخر ما ننساوش اللي الميني فوت ستان سبور داماتور معنا فهمت ما زيت في تونس ولا صنيش الاحتراف ما تشوفش الكلام هذا قادر يقلق زملائك في الميني فوت؟ لا لا بالعكس هذه حقيقه وحتى لاعضاء الجامعه والناس كل نحكيوا فيه معناها ونتمنوا اللي هو توصل الاحتراف وتوصل خير حتى من الفوتونز علاش لا. الصعوبات كما قلت لك معناها من الاول باش تلقى روحك مع دي جوار برو قاعدين يلعبوا ديجا في ليكيب هذيك باش تحاول تقلع بلاستيك ما كنتش انت في كيب اخرى في الفوتونز وجيت ليكيب معناها كنت في أنا أوتر كونسيبت متاع كورة وجيت الكورة أخرى هذيك الصعوبية فيه. سينو كيما قلت لك معناها كي تلقى جروب يعرف معناها جروب باهي فما سبري دي كيب يدخلك في الجو فما تفادليك فما في الكورة يقول لك مثلا كوميونيكاسيون سيرتو راك لازمك تقف فلاني لازمك في الوقت الفلاني تطلب الكورة تعرف وقتاش تريكيبيري كل شيء. ما تفكر أول ما دخلت الفوتونز نادي حملون يمكن أكثر من لاعبية في الشامبيون اللي طحت في الأوفسايد في الأورجو ديما في الأورجو لا لا غالبا لا لا ما فماش دي جوار ما يتيحوش في الأورجو معناها هذيك حاجة باهية على خاطر فكرة تيح في الأورجو معناها قاعد تطلب في الكورة بالكدير أي على خاطر ميني فوت ما فيهاش أورجو ديجا ولا باش تكون زاد تكركر بانك في الأورجو ما ترجع زاد مش حاجة باهية تعب معناها لا لا ما تصورش نجم يكون زاد قوة ديفونس لاخر اللي يخليك كما قلت لك واحد لازم ينتجري بالكدا يفهم صحابه سورتو لي باس كيفاش يطبق كلام لونترونور والباقي كله توفيق من عند ربي معناها. عدي تتويجك احسن لاعب في العالم في كاس العالم اللي قيمت في تونس في نابل تشوفها كانت مجامله؟ ما نجمش نجاوبك نجم تسال انت مطالب انك تجاوبني معناها انت بحذنا اليوم انا ديجا حتى عن تصوير انا وانت وقتها باللقب انت امير كنت حاضر وتعرف اللي 24 لونترونور هما اللي اختاروا معناها ما تصورش انترونور تاع مكسيك ولا تاع امريكا ولا تاع تشيك اللي هز كوب دي موند باش يختار واحد
مجامله ما عندناش تكون مجعلهم انت زاد انت عارف الرفيق لا انا حاولت كان عندي بس جاع الميساج لا هو الحق نتاع ربي قاعد نستفز فيه حاولت نستفز ملاعبي كبير ياسر قدمت كاس العالم داير وقت انت بعد نهايه المباراه النهائيه وسائل الاعلام الكل سلطت الضوء عليك انت مع مدرب المنتخب الامريكي اللي قعد الراجل مكبش فيك معناها انت خارج من التيران هو عيط لك وقعد في وسط مقر الاقامه يحكي معه دايما قدام الميديا يقول حاجتي نحب نجيبه لامريكا خلينا نحب نحكي نقوزي نحب نروح بيه وقتها اي وقتها ما ايمن ما نكذبش عليك معناها حتى عدي مساج خلينا نقولها حتى للراي العام اول مره باش يقول الموضوع هذا في الوقت هذاك قلنا بالك الجامعه التونسيه كره قدم مصغره تعمل في الماركتينج تسوق تحب شويه تصور على كذا ولكن بعد مشي بحق قعدت 8 شهور في امريكا على خاطر تشوف مدرب منتخب الامريكي كيف يعمل كيفاش يحكي لا من الاول صحيح معناها حتى امير كان حاضر معنا وقت في كوب دي مون في بالنا استنجزت باش الميني فوت زيد تتعرف اكثر اما ليه الكلام تاع لونترونور تاع المنتخب الامريكي وقت اللي هو ليه بالميني فوت في امريكا معناها ليه حكينا في كل شيء ومدلي كونترا و برشا حاجات معناها عدي كمل التفاصيل الكل عدي كمل طرح هذا المنتخب الليبي مازال بحوايجه في مقر الاقامه باش يطلع البيت يدوش جابوا له عقد لا قعد ويقف الباب يستنى فيه قال له يلزمك تجي يلزمك تصحح توا جاب لك عقد في وقته يستنى فيه ولا عطاني شروط نتاع العقد الكل وشنو هو الامتيازات وشنو هو انا حاضرين وانت قلت اوكي وقتها لا لا ما قلتش اوكي قلت له نخمم ونهز نشوف لا قلت له راني باش نكمل الكوب دي موند هذايا مازال ما شربش نفسه الراجل مازال ما دوشش مازال ما دخلش الدوش خاطر لي حاجه كيما هكا وتجربه لازم تخمم فيها بالكدا بيان سور مش باش تعيش لبرا في قاره اخرى جمله معناها بون والكونتاكت عاود صار بعد شهرين مش بعد كوب دي موند ديريكت معناها اكتوبر وقت كوب دي موند في فان ديسمبر تعاود الكونتاكت ومشيت في جانفي سيزون تاع الميني فوت في امريكا معناها جو سؤال مع خاطر تو العباد اللي تسمع تو في عدي تقول معناتها كيما السكسس ستوري ولا كيما معناتها ما عاد شيء انت ما كنتش ترى الكوره كنت تتفرج كاي انسان عادي في حمام نلف التلفزه ديزون اللي تو تكاور فيها فهمت انت قبل ما انت ترينيت في جمعيه قبل ولا كحومه ميني فوت ومن بعد حلت معك كيما نقولوا بلغتنا احنا خاطر هذايا تشجع برشا عباد باش عباد ما تقيسش نهار اخر معناتها مع عباد كيما انا مش عندك اكزامبل ومن بعد سامحني كمل جاوبني دافور سوكر تعرفوا دافور سوكر تاع كوب تاع كرواسيا دافور سوكر راهو كان زاد كيف كيف على دو سيزون مازال يكور في حومه هزوه 16 سنه مش صغير معناتها ما بداش 6 و7 سنين 16 سنه ولا 17 سنه هزته جمعيه وقتها في كرواسيا وبدات كاريرو وفي معناتها السيد معناتها وصل يلعب في الكوب دي موند ذكروا مليح دافور سوكر انت ماكش دافور سوكر انت تو اخترت احسن جوار في العالم في ميني فوت ما يسهل كيما قلت مجامله ولا ماشي مجامله مش من حد شيء اختاروك انت حتى ولكن نوصلوا نقولوا مجامله هي مش مجامله كيما قلت كان 24 اتفقوا انك انت احسن لاعب في كاس العالم سوكا فهم مش مجامله فهم مجامله فما لجنه فما عباد دي تكنيسيان وعباد يفهموا في الميني فوت دي زونترونور تاع ليزيكيب ناسيونال اللي حكينا اليوم اختاروا اللي عدي هو احسن لاعب في كوب دي موند دونك نبعدوا على المجامله انت احسن لاعب في كوب دي موند هذيك اللي هي الاخرى هذيك دونك اي فما في اكتوبر 2019 هذه فما واحد اخرى في اكتوبر هذا ان شاء الله في استراليا كان صدقني ربي في استراليا ان شاء الله دونك انت كنت مختار احسن جوار حبينا باش العباد اللي تسمع واللي تو تبدا عينيها تلمع وتقول مازال عندي وان شاء الله خلينا نشجعوهم خلي كل واحد ديما نبحث خاطر حلم اللي صار لك حلم راهو صحيح بون انا الكوره غرام معناها اكيد الاول غرام بلوس كو غرام معناها في لعبت برشا في الفوت 11 ايمن وين ما ترينت مع جمعيه علاش سؤال من نحكي لك اي احكي لي بون انا ولد قبلي شرط اخر بشيء هذا لعبت في كوكب سوق لحد تحيه للقبلي عايش تحيه لاهل قبلي كل اكيد بعد كانت لي تجربه في النادي الافريقي بون الموضوع هذا مش باش نرجع له يعني ما ترجعلوش تعديه من بعد صارت كل شويه ظروف عائليه شويه قرايه وكل اللي خلتني نبعد ما بعدش على الكوره معناها قاعد براتيكي سواء اونترينمون سواء نكور في الحومه كيما يقولوا جات الفرصه نتاع ميني فوت وجات بالصدفه زاد ما عنديش حتى بروجرام ولا حتى شيء خدمت ما نكذبش عليك لقيت معناها عاونوني برشا عباد بابا سيرتو عائلتي كل ربي يفضلهم عايشك بعد زاد نلقى برشا كلام حلو من برشا عباد قراب من في سواء في الايكيب نتاعي سواء سي مختار تليلي اللي انا حييه بالمناسبه المخ اللي هما
معناها تنجم تقول خلاوني نزيد نحلم اكثر. ولو تورنو هو الكوب دي موند واحسن جوار معناها خليك تدخل في ثنيه جديده وخليك تحلم اكثر. والحمد لله واحد راهو تو ما عملت حتى شيء معناها مازال في ليه الحاجه باهيه يا امير حسو ريكس يعني. رغم اللي تو تحكي على احسن مثلا انا شرف اليوم نحكيهم احسن ملاعبي في بالحق في الميني فوت في العالم معناتها لاو ايطالياني لاو مكسيكي لاو اسبانيوري لاو انجليزي تونسي قدامنا وليد محليه ريكس ما تحسوش كل يوم معناتها بالحق معناتها كان تصور روحك انت كجيت انت يا امير احسن لاعب في العالم ما قلتش نحكي معاك هل نجمو تفضل عبود حابين نقول جوز تدخل صغير ان شاء الله المظلومين كل كيف خويا والمظلوم يولي احسن جوار في العالم ويلعب في البوتاونز في الاخير ان شاء الله خير ما انت الحمد لله الغزر بعد ساعات راهو ذم الحاجات اللي يصيروا خايبين والظلم هذا يخليك فوا دو تولي فوا تروا اقوى انت معناتها وتكبش في احلامك اللي ما كنتش تتوقع انهم يصيروا في حياتك اكثر معناتها بعد ساعات الظلم يوصل العبد باش انه يسو سور باس ويخلط الحاجات عمر ما كنت تصورها ما تركزش مع الحكايه هذيك بيان سور اي بيان سور دي زوبجيكتيف قدامك تنجم توصل معناها اكيد هذا شنو نراه منك انت وبالحق تو ان اكزامبل البرشا وليدات صغار اللي نصوروا عندهم في سقيهم ولكن مظلومين ولا ما كبشوش في حلمهم بالكدا عودي بالحاج هنشوفوا النجم ونشوفوك نهار اخر توا في النادي الافريقي اي ولا لا علاش ليه ان شاء الله اللي فيه الخير ربي سهل فيه علاش ليه في اي جمعيه في تونس معناها كل واحد لا انا نحكي عن النادي الافريقي توا جمعية كبيرة في تونس حتى واحد من نجم ينكر هذا تاريخ وحاضر ومستقبل معنا واحد شرف لي كلمة المستقبل وقت اللي كي تقولها كلمة المستقبل وترجع للدار تظلمت فيها ما يقلقش هذا دي عادي أنا تو فرحان من اللي موجود في حمدن الحقيقة بتاع ربي قاعد نخدم على روحي ماذا بيا نعاون جمعيتي تو حمدن والباقي ربي يسهل إجابات دبلوماسية بما أنه مسؤولي حمدن نوجه لهم التحية اسمعوا فينا اسمعوا في الميسيون لا 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 بالعكس وبالعكس فرحان على الآخر شوف هذا نجم هو يقول نكره حمدن وما نحبش ما تجيش ما تجيش حلت له الباب للأونز ما تو مع تحيته كاملة نصور يقعد يتذكر في حمدن كأول تجربة إيه حمدن فاني قلت لك جمعية قلت في القلب سي بون معناها هي الأولى اللي في الفوتا أونز هي اللي أعطت فيها الثقة هذا قلت لك جمهورها قاعد يشجع فيا العباد في الشارع ولا في حتى في فيسبوك ولا في فهمت ما نجمش ننكر الجميل هذايا بالعكس حاملين فولي جمعيتي وفي الدم تنجم تقول معناها دمك ولا اخضر؟ ابيض اي بدا بين الاحمر والاخضر هنا عدي شكون الاشخاص اللي عندهم فضل كبير ياسر عليك ما تنساهمش؟ امي الله يرحمها الله يرحمها ما نجمش ما ننسى الفضل نتاعها وفاة والدتك الله يرحمها اثرت فيك برشا كانت منعرج كبير ياسر في حياتك برشا اكثر ما تسوي بابا ربي يفضله لي ان شاء الله وعائلتي المصغره كل عائلة امي اللي دايرين بيا اصحابي المقربين فما اصحابي زاد اللي قراوا معايا اصحابي نتاع ميني فوت من انت كنت حاضر وشفت معناها اللحمه اللي كانت اصحابي توا زاد لي في حملن فول الفامي كل معناها ما نجمش نقول واحد ما عاونيش نقول ما ننساه ما نجم ننسى اما في اقرب فرصه نجم نرجع لهم الفضل نتاعهم ما ننسى حتى واحد معناها شكون اللي عنده اكبر فضل في الوسط الكروي عليك انت؟ سيرا وفر التولي الحقيقه نتاع ربي حارس الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي السير القايد جمعيتي في ميني فوت وسي مختار تليل هذوما زوز عندهم فضل كبير ياسر عليك جمعيتي في ميني فوت بكل هذا اللي الجوارات اللي يلعب معايا رئيس الجمعيه لي زونترونور زياد البحايري سي عبد الرؤوف راتولي راهو رناني زاده من جمعيه ردول في كل كجمعيه كامله ما نجمش ننسى شنو الميساج اللي توجهه للملاعبيه اللي يلعبوا اليوم في الميني فوت في تونس خاصه اللي انت كنت في الميني فوت اليوم تلقى روحك في الفوت اونس في بطوله الرابطه المحترفه الاولى معناها انت كي تقعد بينك وبين روحك ما تصورهاش في صحيح ما كنتش تصور فيها راهو ديجا حتى لي كونتاكت اللي صاروا مع ستاد ولا مع حملن ما كانوش بروغرامي ولا في بالي بيهم ولا حاجه بالعكس انت تعرف امير وقتها كنا لعبنا مازلنا كي كملنا كوب دافريك في ليبيا في الميني فوت معناها سينو ميني فوت كونسيبت باهي في كوره جديد نتاع دي جوار تكنيك دي جوار قويين برشا فما ميني فوت ماشي تطلع بالكدا تشوف بث تلفزي وعائدات وكاس قارات وكاس العالم وشهر برشا حاجات معناها توا كيما كوب دي مونت في استراليا في اكتوبر فما تصورش واحد ما يحبش يمشي لاستراليا يعني. ديجا معناها الجوار عندهم فرصه باش تمشي لاستراليا تعرف العالم كما نقولوا فما تحديات جديده معناها تمشي تلعب كوب دي موند نتاع جو حتى تشوف في جوز اولمبيك فما تايكوندو فما جودو حاجه عالميه معناها مش اللي يجي كان يعيطوا لك في الميني فوت كيف السنه تمشي كوب دي موند هذا
لا حامل انت حسيته قال لي ومن الداخل اي ماشي الاسترالي هو راه ماشي الاسترالي والله مش ماشي كل جي موند لا حامل انت ايه مشيتي وحاملين في كل كلهم جيو معايا تو تركي فيه لا تخمم كل لا فدلك معك ما عندكش حقك ولكن انت تو محترف مع نادي حاملين ما عندكش حق باش تمشي ما تلعب في الميني فوت لا بالطبيعه وما نشجع ان شاء الله الاولاد اللي يلعبوا في الميني فوت الكل ان شاء الله يلقاو الفرصه هذيا نتاع كوب دي موند علاش لا يعملوا خير من عدي وياخذوا احسن واحسن ويمشوا لاحسن البطولات ان شاء الله الميني فوت ان شاء الله عدي شنو هو الميساج ما قلتليش ميساج توجهه للملاعبين اللي يلعبوا في الميني فوت تو شويه يمين برواحهم الخدمه وسيرتو يا مين تحط هدف قدامك مين تحب توصل معناها ما تنجمش اي عراقيل تقف قدامك هكا وان شاء الله ربي معاهم وربي مع الناس كل معناها وربي يسهل لنا في حاجات باهيه الناس كل مساجك الجامعة التونسيه لكره القدم مصار ربي معاهم ان شاء الله يواصلوا الخدمه كاكا يزيدوا نطوروا شويه نصلحوا الحاجات الغالطه اللي تعدات في لي سيزون اللي فاتوا سيرتو نحسنوا في الملاعب نزيدوا في الجمعيات علاش ليه البث التلفزي يولي اكثر ندخلوا دي سبونسور جدد بطولات جديده ونخليو الشعب تاع تونس يعرفها اكثر ميني فوت انا تو نحكي لك فما عباد ما تعرفها في حومتي يقول لك ميني فوت هذه لعبه الحوم وكذا فهمتني بالعكس هي لعبه مولات منظمه بليزر بيتر فما جامعه هيكل كامل معناها علاش لا ندخلوا شويه اكثر معناها نتعمقوا في كل ديتاي يولي فما دي زيميسيون سبورتيف على الميني فوت علاش لا وهما ادرى معناها اللي في الجامعه ادرى بمصلحه الكره ذي هل عدي بالحاجه الشهره خاطر تحبوا تاكل وقت مشيت للبطوله الامريكيه تونس الكل تحكي على احتراف عدي بالحاجه شهره خليتك تبدلت على العباد اللي عرفتهم من قبل ولا لا؟ ليه؟ غرتك الفلوس بلغه اخرى خاطر اغلب الملاعبيه مع كل احترامي لها يجي في ديزو سوردو يتبدل مع العباد يولي ما عادش يقول السلام وغيره انت متاكد لي فما فلوس باش تبدل معناها لا يا امير لا الحمد لله عدي تسال العباد اللي تعرفني كل الحمد لله ضحكت ايمن عبود لا والله لا ما عنديش برشا نعرفه عرفته اليوم على ريتو في التلفزه قبل اما تحسوا مش تاع حكايه هذوم بالحق تحسوا ولد مش نقول لك ولد باب الله ولكن ولد بلاد ومش نوع كان الفلوس باش تبدلوا احكي على 10000 ما تبدلوش لكن تصير 15000 قل شويه لكن تصير بالحق تحسوا اللي سيد مش نقول لك قلت كلمه كبيره ونعاودها تحسوا ركز تحسوا واقف على ساقيه تحسوا عنده مخ تحس مخه اكبر من 25 سنه معناتها ما يساش قلت عمرك ما خذ لك اكثر من 25 هذاك من 10 لا بالحق تحس مخه اكبر من 25 سنه تبارك الله عليه وهذيك حاجه تعمل برشا الفرق بين اللاعب الناجح واللاعب اللي ماهوش ناجح ديما هو المخ الساقين جينيرالمون العبد يلعب في جمعيه راه كلها تعرف تلعب تعرف تام كونترول تعرف تسنتر تعرف تشوت جينيرالمون هذم حاجات تعرفهم كان تتكون في جمعيه الباز موجودين سينو من بعد اللي يعمل فرق بين جور ناجح وجور لي ولا جور نهار يختغل في كيم ناسيونال ولا محترف كيما قالك في اوروبا ولا يوصل لمستوى كبير هو راهو المخ يا امير واللي راه اللي عوداي عنده المخ وداير الى ما مش نقولوا معناتها حرق لي زيتاب الكل وخلط الحاجه ما كانش يتصورها معناتها في درجين ولا احسن جور في العالم في ميني فوت درج ونص بعد يمشي لامريكا درج من بعد تلقاه يلعب في عام نلف بعد الله غالب لعنة الإصابات أنا أتمنى له تقبيل أقوال الأمنيات وأتمنى له في بلاصة كنت أتمنى أول حاجة إن شاء الله يبعدوا عليه الإصابات والعين كيما قبيلة نحكيه في الأوف خويا ربي يبقى عليك الستر وإن شاء الله من حسن لأحسن إن شاء الله عدي شنو هو الحاجة اللي لقيتها في كرة القدم المصغرة في أمريكا مش موجودة في تونس تنجم تجاوبني تقول لي كل شيء راه مش هو بيدو لو دوغ لقى غاديك الزيت 99% حتى في تونس موجود لو دوغ لا مش كيما 99% مش كيف كيف دونك كل شيء كما قال امير فما برشا حاجات قلت لنا حتى الوقت قبيله تحكي معنا قلت لنا بالاحتراف واللهوه نتاع العباد باللعبه هذيك معناه دوي عباد باسيونيه باللعبه هذيك انت انا ليكيب اللي لعبت فيها معايا سبعه من البرازيل خمسه من المكسيك واحد من الارجنتين سيرتو هذيك معناها الانتراكسيون اللي تلقاها مع لي جوار هذوكم وكما نقول لك امريكا ماهيش تونس معناها انت كيفاش تلعب من كاليفورنيا مش تمشي لواشنطن ولا مش تمشي لاس فيغاس سي ديجا حاجه باهيه معناها مش تعرف بلاد تسمع في الاسامي يا امير بلاد اخرى ولاهين بها سيرتو في الهيكل معناها كما قلت لك امير حاطين ديشان يعديو في الميني فوت حاطين معلقين معروفين قاعدين يرجعوا في اللي جوار الكبار
اللي لعبوا في اللي وقف في الفوت زيكبر ينجم يلعب في الميني فوت رجعوا فيه كإشهار شوية للعبة. وقبيلة نحكي وانا حكينا في اللوف لندن دونوفان ما زال كيصحح معناه في الميني في جمعية في الميني فوت دونوفان. هي ما السؤال مهم تو خاطر فما حاجة مهمة في تونس راهو لونغومون والطلعة نتاع الميني فوت في ميني فوت في تونس ليه باهية كبيرة ياسر في كبيرة مع الناس برك هي أمريكا قد إيه عندها من عندها ميني فوت أكثر منا صحيح حيت دونك سي نورمال ما تنجمش ماناش قانون بالإمكانيات ديجا الاحتراف ميزة إيه احنا تونس عندنا عامين في الميني فوت عامين في الميني فوت صحيت عندنا عامين في الميني فوت عملنا الفيدراسيون معناتها في العربية كان صدقني ربي ولي معناتها نظمنا كوب دي موند عملنا برشا حاجات ما تقدمنا بالقدير وتوه هو صعيب قارنا بامريكا رغم ان الامكانيات مانيش قد تقدم بالطبيعه بعد ياسر بعضنا بالامكانيات وتوه صعيب راهو بعد اللي عملته انت في وقت قصير وفي عامين في الميني فوت الطلعه ذيك اسكو باش تبقى وباش تحسن تحسن والا باش ترجع وتو نصور ليتاب الجاي انه واحد ياكد في الكوب دي موند اللي وين وصل في الكوب دي موند تاع تونس ما نقولوش خاطر اللعبه في تونس والجمهور باش ناكدوا اللي عندنا تكنيكمون عباد بلابل وجوارات بلابل. والحاجة الثانية هو أهم حاجة تدخل الاحتراف باش حتى باش سامحني كي تدخل الاحتراف يولي جوار كيما عودي ولا غيره يولي يخدم يولي له خدمة يولي يتلهى بجمعيته الحق حقك مضمون معناها تولي حتى لو قد تطور وتحب ولا تكره أنا شاركت في ميني فوت أول ما دخل كنت نلعب وقتها في جمعية تصور أنت من عبودي راه في ميني فوت يا حسرة عندك الحق وقتها لعبت مع ريس ولعبنا كونتركم أنت ما كنتش موجود وقتها وربحنا لكم 5-1 نقولها لك ونعاودها لك ما لعبتش أنت ماكش موجود أنت وقت ما زلت عدي شو نأكد لك أنا عدي وحده إذا كان موجود وقتها ما يهمنيش لعبت كونتر جمعيته موجود ولا مش موجود أنا ربحته تو هو كان نجم يربح وقتها خلينا كم دقيقة بركة تنظموا نهار تكويرة مع بعضنا لا أنت محترف لا لا حتى مش في راديو تقول هذا كنت أقول لك نظموا تكويرة تشوف أي من عبود قاعد يحكي على التكوير لا عندي يدخل على اليوتيوب تلقاني موجود شير ولا فيديو عندي زوز لا فدك لا بالحق كنت نلعب في هريس تعرف أنت قلت لك ونعرف بيزوموا الميني فوت ماهيش حاجه سيريوز معناتها بعد ساعات انت وقسم كنت ترينا فماشي تيرا الجواريت بعد ساعات سامحني فما بيت تخدم في قهوه يقول لك ما نجمش نجي ماهوش عملنا رسمي ديجا لونترينمون يتعمل على حساب الديسبونيبيليتي صحيح ماهيش لونترينمون فار اكزومبل كيما في حمام نلف كل نهار من 5-7 جو نيمبورت كوا لونترينمون لا هذه جمعه ثلاثه خميس جمعه تترين جمعه جايه ترينا ثلاثه برك جمعه اللي بعدها اربعه برك ما عندكش تيران اولا ريك على طول بعد ساعات ما تلقاش وما تنجمش تنجاجي جوار على حاجه هو صحيح ماهوش عامل مش خد معناتها بابريتوش ضيع وقته ونجم يتضرب يحب الكوره اوكي ماهوش لدرجه انه مش سايب حياته ولا خدمته ولا اللي هو الا اذا تردها بشهري معناتها حاجه بروفيسيونيل دي كونترا بروفيسيونيل صحيح في بلدي تضمن له هو حقه تاخذ شهريتك تولي طالب صحيح تولي فما سيريسيس تولي فما شهريه تولي خدمته هذيك وقتها يولي لونترينمون واضح وبيدو يجي ويسيب كل شيء ويجي يترنا نروحوا وقتها ندخل في عالم الاحتراف وتوترى الميني فوت شوالي في تونس اللي هي ديجا راهي واصله لبعيد تو واضح عدي بالحاجه في الختام نخلي لك كلمه الختام شنو الميساج تحب توجهه اولا الجماهير حمام لنف وكلمه ختام لك انت عشان كنت تحب تسلم على شكون تحب تمسي ساعه كيما قلت جمهور حمام لنف ان شاء الله يقفوا معنا ان شاء الله نوعدهم بسيزون باهي سنة خير من عملية وما نبقاوش مغسورين داخل السيزون نعطيه اللي عنا مانيش نبخلو حتى بقطرة عرق معنا على نادي حملن ما زلنا ما عملنا شيء ما زلت السيزون كي بديت بقدرة ربي فما كان الخير ان شاء الله نحب نسلم على ساعة العباد اللي تعرفني كل نسلم على دارنا الكل عائلتي الكبيره كما يقولوا فيها وعائلتي الصغيره نسلم على ولاد حومتي انا نسك حي صحابه في الغزاله نسلم على ولاد حومتي في قبلي وبالطبيعه اصحابي جمهور حملن و الناس كله ليك انت يا اميرك بحلي يعطيك الصحه شكرا لك عدي بالحاجه وقبولك دعوتنا اليوم نذكر ساده مستمعين الكل الخمسه